السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة مساعدة مبسوطة. لكم حلقتنا القصيرة من التعلم والسلسلة تعلم نظام لينكس. اليوم سوف نتعلم أوامر بسيطة. للملاحظة، كل أمر نتعلمه في الحلقة سوف يكتب فيه الوصف في وصف الفيديو أو أسفل الفيديو. اليوم سوف نتعلم الهيستوري، وهو أمر لرؤية الأوامر السابقة التي قمنا بكتابتها والأوامر التي قمنا باستخدامها على سطر الأوامر History. الآن قمنا بكتابة مثلا ما يقارب 2052 أمر، وآخر أمر كان Clear. نقوم من عمل Clear وثم History لنرى أيضا في الأوامر. كما تشاهدون الأوامر 254 أمر، يعني تقرر أمر أو تقرر أمر إكليه. نقوم من عمل كتير وثم هيستوري أيضا، لنرى عدد 256، واحد هيستوري تكرر وتكرر الآخر أمر إكليه. والآن ننتقل إلى الأمر الآخر، وهو أمر دوب، لنرى ما يفعل. يقوم برؤية البروسيسور أو بروسيسور النظام أو معالج النظام وحول اليوزر والروت أيضا والآي بي هات أو آي بي البرامج وإلى آخره. كما تشاهدون هنا سي بي يو، والآن نخرج كنترول إس ثم نتعلم إلى أمر آخر شبيه وهو إتش توب. إتش توب الآن نقوم بتنسيقه. إتش توب الآن نقوم بكتابة الباسورد، ننتظر إلى أن يقوم بتنزيله ويكمل التنزيل. الآن ننتظر. الآن كما تشاهدون قام بإتمام التنزيل. نقوم بعمل كلير ثم بكتابة اشتوب اشتوب. الآن نقوم بالرؤية. كما تشاهدون الواجهة فقط متقدمة، هي تحتوي على ألوان وإلى آخره. الشكل بواجهة توب، ولكن هنا تقدم أيضا ألوان. وهذه كانت أوامر اليوم التي تعلمناها. نراكم في فيديو آخر إن شاء الله، وهو الحلقة 13 إن شاء الله.